السودان منطقة كوارث طبيعية، فيضان يسجل أعلى مستوى مسجل لمياه نهر النيل، 99 سودانيا فقدوا حياتهم ووقعت عشرات الإصابات. هنا عند ملتقى النيل الأبيض بالنيل الأزرق في الخرطوم، تروي المشاهد قصة كفاح من يحاولون رفع السواتر في وجه الفيضان، حيث غمرت المياه المنازل، شردت كثيرين، ولم يجدي إصرارهم على البقاء في منازلهم. السلطات السودانية تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، وتعد البلاد منطقة كوارث طبيعية. أكثر من 500,000 نسمة تضرروا، وعدد المنازل المنهارة تجاوز 100,000 منزل. الخسائر البشرية والمادية لم تقتصر على العاصمة، بل شملت 16 ولاية في البلاد. وإن كانت معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام قد تجاوزت الأرقام القياسية بحسب الحكومة، فإن أزمة الفيضانات مشكلة مزمنة تواجه السودان سنويا في موسم أمطار خريفية يمتد من يونيو حتى أكتوبر، فيه ينقلب النيل نعمة السودانيين نقمة.